الاسم حسن هديش اسماعيل حسن قلهم، منطقة الطائف، مديرية الدريهمي، محافظة الحديدة، قرية المهادلي. عدد السكان 35 بيت. أنا بير ما فيش لي ألواح ولا غطاس ولا أي حاجة. المشروع كان المنطقة كامل حق المديرية كامل دمر بسبب الحرب، والآن حاليا نروح نجيب المياه من البير الذي عند الجامع الذي صلحته منظمة يمن آيد عند الجامع. أنا أروح بالسيكل حقي طبعا، وغيري يروحوا بالعربيات هذه حق المياه، يروحوا يأبوا عليها ويرجعوا، وبعض يروح على رجله يمشي ماشي من المسافة 3 كيلو 4 كيلو يأبوا الماء. نشتي أنا من هذه المنظمة أنت صلح لنا البير وتصلح لنا غطاس والواح ومنظومة طاقة شمسية.